بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك نهنئ الأمة الإسلامية بشكل عام ونهنئ أمتنا وشعبنا العراقي وشعبنا الموصلي بشكل خاص، كما أهنئ من هذا الموقع جميع مسؤولي محافظة نينوى كل حسب منصبه وكل حسب مكانه، كما أهنئ كوادر بلدية الموصل أيضا وكل حسب موقعه، وأهنئ بشكل خاص عمال بلدية الموصل الذين يبذلون جهودهم الكبيرة للعمل في هذه المدينة، وكذلك أدعو من هذا المنبر جميع أطياف شعبنا في محافظة نينوى إلى التكاتف والتعايش السلمي والتكاتف للوصول إلى أفضل السبل وأفضل الطرق للعيش في هذه المدينة، وإن شاء الله يعني إن شاء الله نعد مواطنينا ببذل الغالي والنفيس لإعمار إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة التي أتعبتها وأرهقتها الحروب التي حصلت باحتلال عصابات داعش الإرهابي لهذه المدينة. إن شاء الله المرحلة المقبلة مرحلة بناء ومرحلة إعمار، وبإذن الله تعالى سنعيد مدينتنا إلى ما كانت عليه لتكون من أجمل المدن في بلدنا العزيز، ولنباهي بها المدن الأخرى في المناطق المجاورة وفي العالم.